السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الاخوان والاخوات. اليوم ان شاء الله باذن الله غنحاول نشرح الطريقه الناس اللي ما عندهمش الدول ديالهم الولوج للتشات جي بي تي. اذا كما كنعرفوا فان موقع تشات جي بي تي عمل واحد الضجه كبيره في العالم الاخوان، والموقع حاليا عليه واحد الضغط كبير بزاف. اوكي، اذا غنحاولوا ما امكن نعطيو طريقه بين الطرق اللي غتمكن مجموعه ديال الناس انهم يولجوا من هذا الموقع بواحد الطريقه يعني جد سهله. اذا نمشيو المحرك البحث ديالنا، واول حاجه اللي غادي نقوموا بها وماش انستاليوها في البراوزر ديالنا هي الفي بي ان. اذا غادي نمشيو نفتشوا على اوربان في بي ان بروكسي. اوربان في بي ان بروكسي، اوكي، باش نحاولوا باش نكليك سيرش باش نحاولوا انستاليو الاكستنشن ديالو في البراوزر ديالنا. اوكي، ماشي يعطينا الفي بي ان باش نقدروا اننا ندخلوا للموقع. اذا نمشي مباشره لهذا الرابط ديال كروم ستور. اوكي، هذا الموقع الاصلي يعني الموقع ديال اوربان في بي ان، ولكن حنايا خصنا انستاليو الاكستنشن مباشره. غنمشيو نكليكيو على هذه مباشره، غيدينا كروم ستور. كما كتشوفوا انا عندي كروم ستور باللغه الروسيه، هذا يعني كيتسمى انا كنستعمل الياندكس. ساعات كيطلع لي بعض المواقع باللغه الروسيه. اذا معليش نحاولوا ما امكن كليكيو على انستالي، يعني كتجيكم نتوما تكون مكتوبه انستالي اكستنشن، غنكليكيو عليها غنتظروا واحد شي حاجه. اذا كما كتشوفوا هنايا عندنا اكثر من مليون شخص اللي قام بتحميل هذا اليوربان في بي ان بروكسي. وكما كتشوفوا هذه هي الواجهه ديال الاكستنشن، هي هذه. اوكي، اذا هنايا عطانا واحد الميساج اجوتي اكستنشن، كليكيو عليها ونتسنى بعد ثواني باش يحاول يحمل الاكستنشن البراوزر ديالنا. اذا هو كيقوم بعمليه تحميل الاكستنشن. اذا هنايا الاخوان هو تانستال لنا الاكستنشن ديالنا في البراوزر. اوكي، اذا غنمشيو نكليكو على هاد الايقونه هادي اكستنشن، نمشيو نكليكو عليها مباشره، غنجبرو اوربان في بي ان بروكسي. هنايا غنقومو بالضغط على هاد الايقونه هادي. اوكي، تترجع زرقاء هذا ماش كيرجع لنا فهاد الموطا هذا. اوكي، اذا هنايا خصنا ناكتيفيو الفي بي ان ديالنا، كليكيو عليه بهذه الطريقه، غنتظر واحد ثواني. اذا هو كيقوم عمليه انيسياليزاسيون، انا غنعطيكم هاد الميساج هذا، غتكليكيو على اي اغري. اذا كما كتشوفوا هذه هي الواجهه ديال اوربان في بي ان. هنايا عندنا اوتو سيرفر، هنايا غنحاولوا نختاروا اي دوله اللي بغينا. اوكي الاخوان، على سبيل المثال غادي نختاروا شي دوله مثلا يونايتد كينغدوم، اولا نختاروا اللي بغيتوا حنايا على سبيل المثال وصافي. يونايتد كينغدوم، هنايا غادي يبقى يقوم بالبحث. اذا كما كتشوفوا هو دخلنا يونايتد كينغدوم، وهنا العداد كيقوم بالحساب. اذا هنايا حاليا حنايا متواجدين في يونايتد كينغدوم. اوكي، اذا غنمشيو دابا مباشره غادي ندخلوا موقع تشات جي بي تي. اذا غنجيو هنا نكتبوا تشات جي بي تي، كليك سيرش، كليك على الرابط الاول. اذا هذا هي واجهه الموقع اوبن اي اي، غنكليكيو على انترودوسين تشات جي بي تي، غادينا مباشره للموقع. اذا كما كتشوفوا حنا دخلنا الواجهه تشات جي بي تي. كما كتشوفوا نمشيو نقومو بالعمليه ديال التسجيل. اذا غنمشيو سيجن اب، كليكيو عليها. اذا مباشره كطلعنا هذه الصفحه هذه، غادي نقومو بادخال الايميل الخاص بنا هنايا، او لا نقومو بتسجيل عبر جيميل او عبر مايكروسوفت اكونت. اذا ما بغيناش هاد العمليه ديال التسجيل بجوج بهم، نقومو مثلا دابا حنا على سبيل الشرح غادي نقومو باضافه ايميل يعني وهمي او لا ايميل مؤقت. نمشيو نكتبو تامب مايل. اذا كليكو على الرابط الاول هو هذا. اذا هذه واجهه تامب مايل. اوكي، غادي نحاولوا
نقوم بعمليه النسخ ديال هذا الايميل هذا اللي عطانا بهذه الطريقه هذه، وغنجيو لهنا الاخوان وغادي نقوموا بعمليه النسخ. اذا احنا قمنا بالنسخ الايميل اوكي، اذا كليكيو على كونتيني مباشره غيعطينا نكتبوا هنايا الباسورد كليكيو على كونتيني. اذا هنا كيطلب منا اننا باش نقوموا بعمليه ديال فيريفيكيشن ديال الايميل ديالنا. اذا كما كتشوفوا هما صادوا لنا هنايا الايميل، نقوموا بعمليه فيريفيكيشن. اذا هنايا بعد ما قمنا بعمليه ديال فيريفيكيشن هنايا غادي يقولنا الاسم، مثلا نكتبوا اي اسم هنايا كليكيو على كونتيني. هنا الاخوان في هذه الصفحه هذه غيطلب منكم انكم تقوموا بادخال رقم الهاتف. علاش هذا رقم الهاتف؟ هذا غادي يقوم يعني بارسال واحد الرساله، واحد الكود من الهاتف ديالكم، باش انكم تكونفيرمي بان هذاك الهاتف فعلا ديالكم. وهذه هي العمليه النهائيه، مش كتدخلوا للموقع تشات جي بي تي مباشره اوكي، مش كتدخلوا له مباشره بحال هيدا، بحال هذه الواجهه هذه. اذا بالنسبه من هذا الصفحه هذه غادي نخليكم انكم تفتشوا على الفيريفيكيشن نمبر فون اوكي. كاين بزاف ديال المواقع، ولكن الاخوان الاغلبيه ديال المواقع مثلا اس ام اس، كتبوا بحال هكذا اس ام اس سيف اوكي، بحال هكذا اس ام اس ريسيفر. غادي يقوم بالاعطاء ديال يعني مجموعه ديال المواقع اللي غادي تقوموا مثلا باخذ رقم هاتف من الهواتف اللي كاينه هنايا. ولكن الاشكال اللي كاين هو ان هاد المواقع هادو او هاد الارقام هادو هما يعني ديجا مستعملين، فالموقع مليء يعني بالارقام كما تشوفوا. ثم حاولوا ما امكن باش ما يديريش الفيديو وقت كبير، ثم حاولوا تجربوا هاد الارقام كامل، يعني غادي تجبروا شي رقم هاد الارقام هادو اوكي. على سبيل المثال حنايا عملنا في بي ان ديالنا انا يعني الدوله ديال يونايتد كينغدم، غادي نشوفوا هنايا غير الارقام الخاصين باليونايتد كينغدوم مثلا على سبيل المثال. كليكيو على هذا الرقم اوبن، نجربوا شي ثلاثه الارقام، واذا ما صدقوش نخلي لكم نتوما انكم تقوموا بهذه العمليه هذه، حيت انا العمليه غادي تطول في الفيديو بزاف. اذا كنقوموا بالنسخ هذا الرقم هذا زائد 44 ما كان نسخوها شي. اذا هنايا هي ديجا عندنا زائد 44، كنعملوا هذه الطريقه هذه ساند كود. اذا كما كتشوفوا this phone number is already linked to the maximum number of accounts، يعني هذا الرقم راه ديجا يعني تستعمل في عده حسابات في تشات جي بي تي. اذا هكذا كتبقى تمشي معهم واحد بواحد. على سبيل المثال نرجعوا نختاروا شي رقم اخر، هذا على سبيل المثال، قوموا بالنسخ هذا الرقم، نعود النسخه على هذا الموطا. اذا كما كتشوف حتى هو نفس الشيء. اذا هنا الاخوان عندكم العديد من المواقع، ها هما تقدروا انكم تفتشوا على اس ام اس ريسيفر اللي خصكم، باش انه يمكن لكم يعني تستقبلوا واحد الكود. هذاك الكود هذاك غير كتستقبلوا يعني كتدخل مباشره تشات جي بي تي. اذا بحال مثلا هذا الرقم هذا، هما عده يعني اشخاص قاموا بالاستعمال ديالو كما كتشوفوا، كاين اوبر اوكي، هما او كيسردوا لهم الكود مباشره يعني بحال اللي عندك الرقم اجنبي. اذا هذه هي اخوان الطريقه اللي تقدر انك تقوم بفتح حساب على موقع تشات جي بي تي في الدول اللي ما تقدرش انها يعني الدول المحظوره مع هذه الخدمه هذه. اذا حتى هنايا كنكون وصلت لنهايه هذا الفيديو، نتمنى الاخوان تكونوا استفدتوا من الشرح هذا، واي مشكل واجهكم فما عليكم الا انكم تكتبوا لي في التعليقات. اذا عجبك الفيديو فما تنساش ديما تضغط على زر لايك واشتراك في القناه والضغط على زر الجرس الرمادي.
إذا بغيتي أي شرح فيما يخص مواقع أو تطبيقات لهواتف النقالة فكل ما عليك أنك تكتب لي في التعليقات. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء في فيديو قريب إن شاء الله.